لطالما كانت لدي رغبة في تطوير لعبة، لكن لم يتسنى لي الوقت والمساحة لهذا. وكما أن من أساسيات صناعة الألعاب هو تعلم البرمجة بالتأكيد، وهنا يكمن العائق الأول. البرمجة هو أصعب وأول خطوة تخطوها نحو الهدف، وبالفعل بدأ تعلم البرمجة من اليوتيوب كالعادة. هنا خذ في الكثير من التفاصيل لا أريد التحدث عنها في هذا الفيديو، لكن اكتبوا لي في التعليقات إن كنتم تريدون سماع قصتي مع تعلم البرمجة وتطوير الألعاب بصفة عامة. بعد تعلمي لأساسيات البرمجة حملت محرك الألعاب جودوت. هذا المحرك يستعمل لغة مشابهة للغة بايثون، لذلك اخترته. وبعدها بدأت بتعلم أساسيات المحرك من اليوتيوب كالعادة. وبعد تعلمي للمحرك صنعت أول لعبة. جزء كبير من هذه اللعبة مأخوذ من هذا الفيديو. اللعبة بسيطة جدا، تبدأ بثلاث قلوب وثلاث قنابل وثلاث داشات و2000 دولار. يخرج أعداء من هذه المربعات الصفراء، وكل ما يزيد الليفل يزداد هيلث الأعداء. فمثلا في ليفل 1 يكون هيلث الأعداء 100، وفي ليفل 2 يكون هيلث الأعداء 200، وفي ليفل 3 يكون هيلث الأعداء 300 وهكذا. ولديك قائمة مشتريات لكن للأسف لم أكملها. تستطيع فقط شراء هذه الثلاثة مشتريات، الذخيرة والقنابل والداش، لكنها تكفي. بعد انهائي للعبة انا الان جاهز لصناعة لعبة من تصميمي الخاص، ولكن بدل صناعة لعبة اخرى 2D قررت الدخول للعميق. نعم سيدتي وسادتي، انا الان اتحدى المنطق، هل استطيع صناعة لعبة تريبل اي بمفردي؟ قبل ما اريكم نتيجة اللعبة دعوني اريكم طريقة صناعة اللعبة. اولا اختار تصنيف اللعبة، وانا اخترت تصنيف الرعب لانه سهل جدا وفي نفس الوقت ممتع. فقط ضع تحدي للاعب، مثلا ايجاد مفتاح للهروب، وضع عائق كوحش او شبح، واضف اجواء رعب ومبروك. بعد اختياري تصنيف اللعبة بدأت بالتنفيذ. استعرت المتاهة من الانترنت، واستعرت الرسومات من الانترنت، واستعرت هذه الشمعة من الانترنت. مبدئيا كل شيء ما عدا هذه الطاولة مسروق من الانترنت. لحظة دعوني افسر. ادري اني قلت في عنوان الفيديو بمفردي، وبالفعل انا سرقت المجسمات بمفردي. لم يساعدني احد. لا، وضعت كل المجسمات المستعارة من الانترنت في المحرك، واضفت كود للاعب، وبعدها اضفت الاضاءة والضباب. وهنا واجهتني مشكلة لا مفر منها. الكمبيوتر الذي استعمله تقريبا حجر موصول بشاشة، لذا لم يستطع تشغيل اللعبة على اكثر من 10 فريمات. المهم اليكم النتيجة. أود سماع رأيكم عن اللعبة، وبالمناسبة رابط تحميل تحت في الوصف. أنا بنفسي لم أتوقع أن أصل لهذه الجودة، لكن ليس سيئا. المهم شكرا على المشاهدة. لو أعجبك الفيديو اضغط على زر اللايك واشترك في القناة، ومع السلامة.